السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم في قناة رزاق وأعمال. حياكم الله في فيديو جديد ومشروع جديد، كيف نحول فكرة إلى مشروع. لكل اللي تابعونا كل الوقت، الأسئلة الموجودة، جبتكم مشروع جميل وحصري جدا، وعن جد ذو فائدة عظيمة. يعني المشروع باختصار شديد هو علبة التغليف الموجودة في أنحاء السوق، موجودة في أي محلات بتشوفوها وبتشاهدوها. أنا أعطيت هنا مثال على علبة المقدونز، مطعم المقدونز المعروفة مشهور عالميا. هاي شركة المقدونز إلها بتتعامل مع شركة خاصة إلها، بتفصل إلها وبتعمل إلها علب وصناديق وأوراق خاصة ومميزة عن غيرها، وملونة وتحمل اللوجو تبعها، وشيء خاص إلها يعني مميزة عن غيرها أكثر. طبعا هاي الفكرة كبداية، لكن الموضوع هذا كبير جدا، راح تشوفوه كبير جدا إن شاء الله، وأوريكم إن شاء الله أكثر من مجال. أنا بس مشان نتفق الفكرة كيف نعمل هيك علب، كيف انت تبدا مشروعك من تصميم علب خاصه زي هذولا، جميله ومميزه عن غيرك، تصنعها بنفسك وتعمل منها مشروع وتقدمها للمحلات اللي محتاجه هيك علب. تصميمك انت بتصميمهم هم، ما فيش اي مشكله، انت بتكون المسيطر الاول والاخير على الموضوع. طبعا هذه الفكره الموجوده ممكن تفتح فيها اكبر مشروع، يعني تفتح شركة أو تفتح محل طباعة وتضع عليها كل تصميم طباعاتك والألوان ولا أي شيء بدك. مشان تعرف إن فكرة كبيرة جدا، ممكن ننتقل إلى موقع اللي بيعمل لك هيك تصاميم. أوكي، مشان تعرف كيف تدخل على templatemaker.nl. هذا الموقع بيعطيك تصاميم زي ما بدك، مثلا هنا باك حقيبة، هون تصميم تبع الحقيبة، هاي الحقيبة طبعا شايفين هون الحقيبة جميلة جدا. تاخذ انت الكرتون الورق المقوى هذا، بتختاره على المتر طبعا حسب المتر، فبيكون جميل جدا. والتصميم تاخذه من هون، ممكن تفصل هيك تفاصيل عندك انت، بدك تفصل زي ما بدك، تكتب الطول مع العرض مع الارتفاع مع اي شيء، تفصيل تقدر تغيرها زي ما بدك من هون. اوكي، الحجم وممكن تختار الطبعة شو تكون، بي دي اف او اس بي جي، هذا كمان نوع ملف، او دي اكس بي، هذا عبارة عن زي مشابه جدا للفيكتور للقص، يعني مثل القص جدا. هذا الشيء جميل عندهم. ممكن انك تحتاج تطلب مثلا رسم دراو، تطلب هذا مش طابع، لكن بيكون عن طريق الدراو، هاي الشكل المرسوم رسم وانت تقص على ايدك يعني في البيت. لكن مفضل جدا تاخذوا او بي دي اف او الدي اكس اف، يكون عندك برنامج في الكمبيوتر ينزل لك هي يفتح لك اياه وتطبعه. حاليا تقدر تنزل من هون، مثلا انا بختار، انا ما عنديش الفيكتور، عندي البي دي اف. مشان اعطيكم مثال فقط للمثال، بحط داونلود هون، تنزيل كرييت، وبتنزل عندي، شايفين هون بينزل عندي، بنفتحه بتشوف التصميم. طبعا عندك على شيء، هذا كله التصميم عندك موجود مجاني، هاي الحجم تبعه، هذا الحجم تبعه موجود حاليا، هذا الحجم تبعه. في طبعا في مجاني، في مدفوع، اذا بدك القصه الاصليه تتسيطر عليها عن طريق الفيكتور فممكن انك تحصل عليها. هذا واحد. اوكي، اثنين، زي ما حكينا هون عندك مو بس حقائق، انك تدخل هون طبعا، هون اول شيء بالانجليزي، في بأي لغه بدك، اي لغه بدك، لغات حتى العربيه. في تمبليتس، بتدخل على تمبليتس اللي هن اشكال يعني معينه، صور معينه، عندك حقائب، عندك بوكس، عندك كارد بوكس، عندك اي شيء بدك، عندك نفتح المغلفات هذولا، يعني بعطيك شكل مغلف. إذا حاب تعمل مغلفات مثلا المناسبات أشياء معينة، ممكن تختار هيك مغلفات، شايف في مغلفات، تختار هنا التصميم
القياسات زي ما بدك. طبعا انا سامحوني بحكي بسرعه لان مش انا فيديو ما يطول علينا، بس انا حكينا في تبعت هون على البي دي اف على الاكس اف او على البي دي اف وتنزل. اوكي تضغط هون ينزل عندك زي ما وريتك. تقدر ترجع هون تختار مثلا جيفت بوكس، في اشكال كبيره جدا، ادخلوا لحالك وشوفوا بعيونك وجربوا. اذا بدك هيك تعمل بوكس مثلا للزبون تبعك، بوكس معين هيك الشكل تبعه، تمام الشكل تبعه هيك، هاي القياسات تبعه، انت تختار القياسات زي ما حكينا. بالنسبه للالوان او نوع الكرتون انت تسيطر، ممكن يكون ملون تشتري كرتون ملون او تشتري كرتون ابيض زي هذا زي ما بدك. انا بعطيك الفكره وانت كمل. يعني مثلا حتى كرتونه حليب، هاي كرتونه حليب، هي القصه تبعك التشكيل تبعها، فاهم؟ انت بدك تعطي زبون معين كرتونه الحليب او الشغلات زي هيك كمان ممكن. اوكي ممكن تيجي هون على ال... طبعا في اشياء كثير حلوه لكن اضغط عليه شوي دقيقة بس ثواني افتح هاي القصة تبعت ال... طبعا هذا الشكل شفناه كثير الهدايا، شكل جميل جدا، وشفناه كمان في مكدونالدز، هاي في فطيرة التفاح يعني اللي شفتوها في مكدونالدز كثير موجودة ومعروفة. هنا في الصور منتجات ماكدونالدز فيها كثير كثير اشكال جميله جدا، وهون زي هيك شغلات زي هلا قبل شوي كانت في صوره لكن اشكال كثيره جدا. طبعا هذا الشيبس تبع البطاطس تبع اي شيء، طيب تدخل تتفرج وتشوف. انا بس حبيتك ان اعلمك ان في تصميمات بتنزلها مجانا، تعمل هذا مشروع مجانا، يعني اذا حاب تكمل ممكن انك تسجل وعن طريق تدفع شيء بسيط تاخذ تصميمات عظيمه جدا. تقدر تعمل على فكره كمان شكل زي هيك شايف، رائع جدا للعيد الميلاد للمناسبات الهدايا، احلى تصميم يعني قلب. تقدر تنزل من هون تعمل عليه تصميم مثله. طبعا كثير محلات بحتاج انه هيك تصميم عندهم اغراض معينه، انت بتذكر عليهم انه عن جد التغليف مهم او انه التغليف مناسب لهذا المنتوج. ممكن المنتوج مع هذا المغلوق مع هذا الغطاء ممكن انه ينباع بشكل مضاعف، يعني لانك منتوجات متروكه، لكن لما بتغلف حلو تعمل استيتي تعمل تجميل تعمل طبعا هذا عباره عنه زي نوع من الدعاية. هذا غلاف عبارة عن نوع من الدعاية للمنتوج، تسويق المنتوج نفسه يعني، فأنت ربحان وهو ربحان. عندك كثير تشكيلات، تروح هون عندك بوكس هيك إذا بدك لجميع الأشياء. أوكي عندك للتليفونات يعني أحيانا هاي شايف كيف الشغلات، التليفون ممكن الموبايل. ادخل وشوف وجرب هيك اشكال غريبة واشياء جميلة جدا. اوكي طيب في عندنا كمان موقع ثاني بنترست. اوكي هاي بنترست هون العنوان فوق بنترست، جميل جدا في اشياء كثيرة جدا. اوكي ندخل في تصميم، في تصاميم جميلة لفولات. انت تدخل تختار اللي بدك اياه، اي تصميم عاجبك من هنا، تصميمات كثير، تصميمات في اشياء مش خاطر على بالك مثلا الستيكرز تبعت الشوكولات ماكدونالدز، الشيبس تبع ماكدونالدز، تصميم تبع سندوتشات ماكدونالدز مثلا، مو بس ماكدونالدز في اشياء كثير مثلا زي هيك حجز زي هيك برجر، في اشياء عندك البيتزا يعني إذا كل البيتزا بيعملوا نفس الشكل لازم شوي يغيروا، فاهم؟ أنت بتعمل تصميم معين لبيتزا شيء مميز، طبعا هاي البيتزا راح تبيع بأشياء بكمية أكبر طبعا، أنت والتسويق تبعك مقابل الزبون تبعك تقنع كيف تقنع، مثلا مشروع الحلويات. أوكي أنا راح أوريك هاي الصابون مثلا، شايف تصميم الصابون دوف يعني القصة تبعت الكرتون، كيف نحصل على هذول الشغلات؟ ما هي أشياء مدفوعة، أوكي؟ لكن أنا حعلمك طريقة معينة
انك تحصل على جزء منها مجانا. خلينا نختار مثلا واحدة من هذول، مثلا هاي البرجر اوكي، عاجبك هذا التصميم حابب تعمله للزبون تبعك، انت بتضع له اللوجو تبعه اذا بده اللوجو تبعه او اللوجو تبعك انت او اسم الشركة تبعتك او اللون تبعك اللي يميزك او تبعه هو تبع صاحب المصنع اوكي، تضغط عليه ها، تيجي هون تضغط عليه، فتحنا هاي اوكي شايفين، فتحنا هاي لايك. في عندي هون تضغط على الماوس اوكي يمين اوكي، تنزل تحت كان شفت كليكت اوكي، انا هلا برفع لك اياه بعطيك اياه. هاي شفت كليك هذا عباره عن اكستنشن اللي بيسحب لك الصوره، تضغط عليه اوكي الكبسه يفتح صفحه جديده، شايف شفت كليك هون يفتح الصوره عندك هون زي ما هي، شايف هاي التصميم موجود، تضغط على الزائد التكبير تضغط كمان مره، شايف هاي انت حصلت على كل التكبير. طبعا هون شوي الحجم كبير يعني مش نسبيا، ممكن يكون كبر اي 4 او صفحه كبير شوي، لكن تقدر تصغر تقدر حاليا ممكن تستكفي فيه يعني، ممكن تختار تصميم ثاني اللي يكون اصغر شوي وتصمم عليه اوكي. هذا واحد، هاي الشيبس هاي تضغط عليها مثلا مرة نعطيك مثال اوكي، هاي الشيبس هاي الكرتون تضغط الشيبس اللي بتشوفها في المكدونالدز دايما، هاي القصة تبعها اوكي، تضغط عليه كليكت شيفت كليكت تطلع برا صفحة ثانية طبعها تطبعها تضغط هيك تكبرها زي ما بدك. اعطيك الفكرة اوكي. هلا بالنسبة للاكستنشن بيطلع عندك هون على الكروم اوكي، بس تكتب على جوجل، تروح على جوجل تكتب شيفت كليكت زي شيفت كليكت بيطلع عندك شيفت كليك ايمج اكستراكتور، تضغط عليه. طبعا هو مش اكثر واحد يعني مفضل، لكن يساعدك كثير اوكي. هاي شيفت كليك ايمج سيت انا عندي حاليا موجود يعني ما فيش لزوم، انت بكتب لك كون اضيف يعني اضيفه، تضغط هون اضيفه، انا حاليا عندي موجود عندي اوكي. بسحب لك اي صوره على فكره، مو بس من صفحات، اي صوره بشكل عام من اي موقع يعني، اي هديه مجانيه مني انا. مشروع رائع جدا، في عندك كثير تصميمات، كثير تصميمات مو بس كرتون، تقدر تختار كمان اشياء ثانيه مثل باجز زي ما بدك، حقائب، حقائب جلد تفصل زي هذا. مشروع عظيم اللي بعرفه، انا اعطيتك الفكره، توكل على الله وابدا اشتغل وانتج وان شاء الله تستفيد، وحياكم الله واهلا وسهلا فيكم جميعا.